حضرتك حاجة, حاجة. يعني معروف بالنسبة للبحيرة مثلا انه وادي النطرون دي ومعها منطقة النبرية ومعها هذه المناطق ان دي بتنتج على الاقل ربما تصل الى 60% او 70% من مجمل ما ينتج في مصر من خضار وخضروات وفواكه. هذه منطقة شديدة الأهمية, بل إن معظم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية وخصوصا في الفواكه والخضروات والخضار على رأسها البطاطس تصدر من هذه المنطقة. دي منطقة شديدة الأهمية. لو رحت وتجولت في أنحائها هتكتشف حاجة غريبة جدا, الطرق شديدة الهشاشة, طرق هشة جدا, على الرغم من أنه كل مسؤول في هذا البلد يعرف انه اذا اردت ان تعمر منطقه شق طريق, بس اعمل طريق كويس وطريق مخدوم. الطرق اللي بيعملها الجيش لا يمكن تكون اتعرضت لهذا الهدم, لكن الطرق اللي عاملاها المحليات او اللي اشرفت عليها المحليات هي الطرق التي هدمت هدما رهيبا جدا. يعني ما عادش في طريق, انت عارف يعني ايه الاسفلت, يعني الاسفلت يتخلع, طريق هش جدا, وطبقة الأسفلت وطبقة الردم اللي تحت الأسفلت كله كلام بيتم بمناقصات, واللي بيستلم متعشي كويس قوي وواخد فلوس وحطتها في جيبه. لكن لو دخلت فساد. هذه المنطقة فساد. هاتلي مثلا طريق الكريمات اللي عامله الجيش, هل حدث فيه هذا؟ حتى لو تجمعت المياه أو تراكمت المياه أو إلى آخر تستطيع أنك تشفطها في لحظة, لكن إذا الطريق نفسه ما بقالوش وجود, معالم الطرق انتهت تماما, وهي طرق شقاها محافظة البحيرة عبر 20 سنة فاتت, لكنها طرق هشة جدا. ان هو يكبس الطريق بطريقة اي كلام, انه ما فيش رقابة, انه يرصفه رصف هش جدا يتكسر لمجرد مرور العديد من عربيات النقل عليه. طيب. فما بالك بكارثة زي دي ممكن تعمل في الطرق دي. طيب.